أريد نوعا ما هنا في مدينة الإرفان الصحيحة فتحية حاضرة لكل المتابعين الأوفياء بدون استثناء في المكان إن شاء الله تكون في أحسن الأحوال. فكنتمنى من أي واحد يتمنانا ويتفاعل معنا من خلال يعني هذا البث المباشر. قلنا لمشاهير الأجواء في المناطق اللي انتم كنتمنى فيها لمشاهير الأجواء إن شاء الله يا رب. فأنتم كما تشوفوا هذه الأجواء الصباحية بمدينة الإرفان في هذا الصبيحة الجميلة، فالصبيحة الباردة للغاية ولله الحمد. كل الناس اللي كيتابعونا من كل المناطق بدون استثناء، فصراحة أجواء مميزة أيوة، أجواء باردة بمدينة الإرفان في الصبيحة وطبيعة الحال. أكادير عبدو، تحية لك أخي الكريم، تحية متبادلة، تحية كاع المتابعين الأوفياء في المكان. وكنقول لكم أصبح مبروك إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال يا رب. لما تتبعوا معنا قد يتغير الجو على الزوال، تقلب الجوية سريعة جدا، وهادشي اللي كيميز على بقية المدن. فالأجواء تتقلب بسرعة أكبر على الزمن، وهادشي اللي احنا متعودين عليه هنا في مدينة أكادير في طبيعة الحال. تحية لكاع المتابعين اللي كيتابعنا في أجواء الأجواء في المناطق، فقط في هذه الإطلالة الصباحية.